أثناء الحرب تعرضت لإصابة أثناء القصف على مدينة خان شيخون من ما يقارب سنتين ونص، فمن خلال العقود والوقت الطويل طبعا فصرت أبحث عن مجال العمل، وأنا كنت لاعب سابق لنادي خان شيخون، فخطرت على بالي أني ألجأ لتدريب فريق أطفال كرة قدم. ما ضل واقف مركزي، راحت طابي أنا لحالي تلقائيا، وين لازم أخذ محل؟ قرب صح؟ طبعاً عانيت بداية من جمع الأطفال ومسافة البعد عن المدينة، والحمد لله أنشأت هذا الفريق ما يقارب 3 أشهر 4 أشهر، وإن شاء الله نسعى لأنه يكون يعني أبطال المستقبل ولاعبين كرة قدم هوايتهم يعني طبعاً المفضلة لهم. قدام قصير لورا. أنا اسمي حسام رحمون، بلعب بنادي أشبال خان شيخون، بلعب ظهير أيسر، والتدريبات كتير كويسة، وأبو مالك بيعاملنا معاملة كويسة، وبحلم أني أصير مثل كريستيانو.